أنا آسفة يا طنط، اعذري إني أزعجتكم. يلا حمد عشان توصل. يوصلك فين؟ لو النبي ما أنت ماشية، في واحدة برضو تمشي يوم دخلتها الناس تقول إيه؟ عروسة نازلة نص الليل؟ معلش أصلي ما عملتش حسابي وهدومي كلها في البيت، هنام إزاي يعني؟ يا أختي إن كان على قمصان النوم ما فيش أكتر منهم، والنبي ده أنا عندي حاجات لسه بشوكها ما اتفتحتش، ما تقول لها يا حمادة. ماما عندها حق بصراحة يا ناس، وبعدين الدنيا برد بره جدا دلوقتي، هيثم لو خرج ياخد برد. تعالي حبيبتي نقي قميص النوم اللي يعجبك. تعالي يا ماما. راحة فين؟ ايه يا ماما؟ راح اتغير، راح اتغير هدومها. وتغير ليه؟ ما تنام كده. لا تنام كده ازاي يا هيثم؟ ما ينفعش تنام كده، الليلة دي بالذات لازم نغير، انت كمان لازم تغير.